الشركات الناشئة بدأت مشاريعها بطريقة ابتكارية وريادية، وحققت النجاح الكبير حتى وصلت أرباحها إلى أعلى المستويات. جميع الشركات لم يبدأوا بالطريقة التقليدية، ولكن تم استخدام الطرق الريادية الحديثة، فمن الممكن إقامة أي مشروع تجاري خلال 60 دقيقة فقط. طبعاً هذا شيء يصعب تخيله، لكن راح نعرفه ونحققه سوياً بطريقة عملية وعلمية. السلام عليكم، معكم دكتورة هنادي المباركي، مؤسسة شركة إيكو سيستم للاستشارات الإدارية. لدي خبرة أكثر من 25 عام في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتمكنت ولله الحمد بالعمل مع أكبر الشركات العالمية، وعملت محكمة دولية ومستشارة عالمية، بالإضافة إلى حصولي على درجة الدكتوراه في إدارة الابتكار. كم من المرات تخيلت نفسك أن مشروعك حقق صدى عالي وأن النجاح حليفك، ولكن قد تأتي بعض التحديات التي تقلل من نسبة النجاح المتوقعة؟ لذا لابد من التسلح بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة للسيطرة على هذه التحديات. إذن ابدأ مشروعك خلال 60 دقيقة. ماذا سنتعلم في هذه الدورة المميزة؟ شلون تبدأ مشروعك خلال 60 دقيقة؟ شنو هي الاستراتيجيات المناسبة لإقامة مشروعك خلال هذه الفترة؟ شلون تواجه التحديات اللي راح تواجهك عند إقامة المشروع؟ شلون توازن بين اتخاذ القرار المناسب وضيق الوقت؟ كيف تحقق الأرباح المطلوبة لاستدامة المشروع؟ واستدامة المشروع هي من الأمور المهمة في الدورة. من الأسرار اللي راح تتعرف عليها في هذه الدورة إنك لست في حاجة لعمل دراسة جدوى، وستكتفي فقط بالتعرف على الاستراتيجيات اللي راح تتعلمها، وأنا أضمن لك إنك راح تطور مشروعك في وقت قياسي، وتقدر تحول فكرة مشروعك الموجودة بخيالك إلى حقيقة تنفذ على أرض الواقع. دورتنا وايد سهلة، هي عبارة عن الأدوات والتقنيات التي يمكن تحقيقها على مشروعك في أرض الواقع، بالإضافة إلى التدريبات العملية اللي راح تبسط لك الأمور أكثر وأكثر. إذا ما زلت متخوف من قرار تدشين مشروعك ولا تنوي اتخاذ القرار الحاسم في هذا الموضوع، لا أنصحك بمتابعة هذه الدورة. أما إذا كنت تنوي تحقق النجاح اللي تبيه في وقت قياسي وتأخذ القرارات المناسبة لمشروعك، فأنصحك بمتابعة هذه الدورة اللي عليك تسويه إنك تضغط على زر الاشتراك وتنتظر التعليمات.